حكايات قصص من واقع الحياة. بعد حكم حبسها سمية الخشاب لأحمد سعد، شغل العصابات والبلطجة انتهى عصره. علقت الفنانة سمية الخشاب على قضيتها مع طليقها أحمد سعد وحكم حبسها 3 سنوات في إصدار شيك بدون رصيد. وقالت سمية: أقول لكل ست مصرية وعربية ما تسيبيش حقك ولا تقولي فضايح أو عندي ولاد ولا هلم الدور. جسمك هبة من الله وعقلك وروحك أمانة من الله، حافظي عليهم ولا تسمحي لأحدهم بأن يعتدي عليكي. وأوضحت سمية الخشاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ردا على ما كتبه أحمد سعد على إنستغرام، حيث قالت: هو راح أخذ رفض على الشيك كان في وقت ما فيهوش إيداع، وهو راح في الوقت ده ويعلم أن الرصيد غير كافي، ولم يأتي لي أي إعلانات عن الجلسة. هل معقول أن المحامي الخاص بك سيأخذ إجراء ضد شخص ما دون أن يكون بعلمك؟ ووجهت سمية رسالة إلى طليقها أحمد سعد قائلة: أنت من تمارس البلطجة، شغل العصابات في الثلاثينات انتهى وولى عصره. وتابعت: أحمد سعد ضربني ذات مرة ونقلت إلى المستشفى لأني عشت 48 ساعة بنزيف ولم أكن أعلم، وتم نقل 5 أكياس دم لي، واعتذر لي وقال سامحيني وسامحته وقلت كان غضب وهذا قدر وأنا طيبة ومتسامحة وزي أي ست شرقية عاوزة الأمور تمر وتعدي أمام الأولاد أو بسبب الاستمرار في الحياة. وكان الفنان أحمد سعد نشر صورة جديدة على إنستغرام ليعلق من خلالها على حكم الحبس الذي صدر على طليقته الفنانة سمية الخشاب، حيث قال: برغم كل ما أثير حول الأزمة الحالية للفنانة سمية الخشاب والتي حدثت عن طريق خطأ إجرائي ودون علمي وأنا الآن خارج مصر، أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية. وتابع سعد قائلا: إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورا تصحيح المسار متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة، ولكن للأسف دأب على ترويجها إعلام الفلس والإثارة، فقد عاهدت الله على عدم الإساءة أو الافتراء مهما كانت الظروف، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكانت محكمة الدقي قضت بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب بالحبس 3 سنوات وكفالة 50,000 جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد. يأتي هذا بعد أن أقام الفنان أحمد سعد جنحة مباشرة اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب طليقته بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 1,000,000 جنيه لصالحه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد. حكايات قصص من واقع الحياة.